السلام عليكم ورحمة الله. اليوم 19 من شوال عام 1436 للهجرة، والخامس والعشرون من يونيو لعام 2015 للميلاد. اسمي عبد الله مشهور الهدلي، مريض اللوكيميا أو ما يسمى بمرض اللوكيميا، ومصاب بشلل الرباعي منذ عامين خلت نتيجة خطأ طبي فادح. ومنذ ذلك الحين وحالي تزداد سوءا من الناحية الصحية النفسية والجسدية وأيضا الاجتماعية، وكل هذا في ظل تعنت المستشفى اللي هي مستشفى الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة ورفضها الاعتراف بالخطأ الذي قضى على حياتي أو جل حياتي، ورفضهم حتى العلاج بحجة أو بزعمهم لا علاج. ولا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى هذا فإني أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن نايف وولي عهدهما الأمير محمد بن سلمان بمدياد العون والمساعدة والرأفة والرحمة والتوصية بعلاج خارج أرض الوطن بمراكز عالمية متخصصة أو كألمانيا مثلا أو غيرها من المراكز العالمية المتخصصة في أسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيرا. وللتعرف على الحالة أو معرفة المزيد التواصل على الرقم 0556920904. وأتمنى وأرجو نشر المقطع على أوسع نطاق حتى يصل إلى خادم الحرمين الشريفين، وجزاكم الله خيرا. دعواتكم الصادقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.